ضروا البلاد ياسر وضروا لنا اولادنا ياسر فوالا مهملين في ايطاليا راكدين تحت في الدواميز يضربوا في بعضهم يقتلوا في بعضهم يتعدوا لابيس يقول لك شبوف جي مون فيش سي دي زغاب سي دي زغاب انتخو ميتسالش هاملين جهانين عريانين ترك الدم يقط في الميتخو تلقي الدم يقط في كارفور فما الدم وين سيتعاركوا غادي؟ نعم حارقين شي يدخلوا يغيوا يقطعوا باش ياكلوا لي غارديو يشري في جرته يقولوا توا انت ميزلمون بوكو تي فول يقول له ما عنديش فلوس علاش خاطر من الدولة هكا هبط اش نعملوا بيه على الحالة هذوما ها ياخذوا في الفلوس من كل البلاد ياكلوا فيها هما هما يخدموا فيه البرلمان ماهوش قاعدين يخدموا فيه هما قاعدين يضربوا في الشعرية على حسابنا نحنا نحبوهم منور بلادنا نحبوا ولادنا يخدموا لاباس عليهم انت معاه ولا ضد عوده البرلمان بعد تطهيره من المطلوبين للعداله والفساد والكناتريه مع العلم انه عندنا 54 نائب مدام تتعلق بهم شبهات فساد انت ريتهم ال 54 الفاسدين حتى كي يجيو الاخرين ما هو حاشاك الزرب يعدي الكلهم مش يولوا فاسدين خاصة إذا نحكي لك حاجة خاصة البرلمان مو عامل متحصل على الحصانة يعمل في خلاه ما ولا يعني نخطف ونسرق ونعمل أنا عندي الحصانة إذا كان أنت تهدد في العباد بالحصانة إحنا لا حاشتنا لا بيكم ولا بالحصانة نتاعك ما عادش حاشتنا بيه البرلمان يا بنتي رايو العباد يا بنتي راك تتفرج في التلفزه يا بنتي قسما بالله رانا نبكي ونتسموا احنا اللي ماناش هاي بشهريه عاديه وناقفوا بغنانا كيك المساكن هذوكم صدقني شي بكي الحجر واحد تلقى صغير يكركر في شلاكه ميلون والسروال مقطع بربي تقولي برلمان انا برلمان نهار كامل هما هم دخلوا هم خرجوا هم خرجوا نص نهار يا اخي قولي يا اخي هما يخدموا فيه اصلا الكلهم على بعضهم هما يخدموا فيه البرلمان ما همش قاعدين يخدموا فيه هما قاعدين يضربوا في الشعرية على حسابنا نحنا خاطر هما مش مستحقين نهار كامل هما هم دخلوا هم خرجوا هو شن صادروا على القانون الفلاني قل لي شنو اللي عملوا لنا 10 سنين كالبرلمان كحركة النهضة خلي الخلال الكبير من حركة النهضة وانصارها الخلال الكبير من غادي برا شوف يا قيومة خرجوا من الحبوسات عندهم فلوس كي برا شوف المزمر فيهم كاسب فيلا وكراه بولادهم وعزيزة ودنيا منين منين حطمنا كرشيد الغنوشي حطمنا هو يكره التوانسة يحب البلاد يمشي على كيف هو أنا فرحانة بالرئيس اللي عمل العملة هذية أنا فرحانة بيه على الأخر وأنا مساندته رغم اللي لا عمري ريته ولا عمري قابلته ولا عمري شفته وقت اللي تسمع مدام إنه عنا 54 نائب شعب ممثل للشعب في البرلمان تتعلق بهم أحكام وجرائم شنو تقول؟ يستاهلوا الحبوسات هذوما يستاهلوا الحبوسات بعد نواب ردوها مرض على اللي يسوى واللي ما يسوى اللي محكوم 4 سنين واللي محكوم 6 سنين شاد البرلمان يحكم فينا نحن اللي احنا لنا محكومين ولا عنا قضايا ولا عنا شيء يا هموم هاي النهضة تسطر على الدوسيات احنا ما عادش حاشتنا لا بالنهضة ولا بالبرلمان حاشتنا برئيس ورئيس وزراء ما عادش سيئ ما صدق ربي مشي وقلب وجوههم علينا راهو شيء اسف راهو شيء بكي الحجر
يا اختي يا اختي الغاليه قيس سعيد، انا راني مسندتك واللي تقولوا انت احنا راضين بيه، احنا حبيناك برشا خاطر انت تبع الشعب، لك باش تسرق لك باش تنهب لك باش تخطف، انت دوب ما جيت قلتي عندي دار في المنيله، ما نتصورش باش تعمل قصورات، ما نتصورش احنا نعرفوا كل شيء، انت باش تعمل قصورات ما احنا باش نفيقوا بيك. ماذا بيا يطيروا من البلاد هذية والا يدخلوا الحبس، هذوما يستحقوا كان حبس، بس علاش البلاد خمجوها، البلاد هلكوها، البلاد غلوها، الناس فقراء، فهمت؟ انا ما نعيشش هنا مي كمام بلادي كمام، انا في الخارج يقولوا تونس خامجه، تقتلوا في بعضكم، قتالين، يقولوا لنا قتالين راهو. انا نعيش في فرنسا ما نعيشش هنا، فهمت؟ تتصوري انت جي واحد فرنساوي يقول لك انتم قتالين، شنو اللي تحسي انت؟ ها؟ يقولوا فوغ انتخي شوفو فوغ انتخي مشو انتم تقتلوا انتم هكا، ما حتى في الخدمة ما عادش يحبونا باش نخدم، انا ماذا بينا بلادنا راهي نوار وورد والناس الكل تخدم، الشعب اللي يخدم، علاش المشاكل هذه الكل؟ ما هو من قلة الخدمة، هما ياكلوا في الفلوس وياخذوا في الفلوس من الدول، نسمعوا احنا شو اللي صاير في تونس، فهمتني؟ برا روحوا لبلادكم خامجة، انتم لهنا معناه لهنا تحبوا في روحكم، هاكا شوفوا بلادكم، شوفوا سبيطاراتكم، ما القرى ما عادش يحشموا توا يتكلموا، فهمتي؟ شنو اللي تحسي يجي الكاور يقول لك فوغ انتخي جيفو وز تو سال وتشوي لي جون اللي يوروها الكل غادي موجود، سبحان الله هذوما حكومه سراق ما يصلحوش، فهمتي؟ يحبوا لرواحهم، احنا نشوفوا فيهم في باريس في ليون يحاوسوا، فهمتني؟ يحوزوا الشعب لهنا ياكل في بعضه، علاش؟ توا كيما توا مشينا زرنا الموتى القبرة، الله لا يوريك ولا يشوفك بالخماج والوسخ، علاه؟ تعرضتوا لإهانات مباشرة؟ ما تعرضناش، يقولوا تغيظك يجيك واحد يقول لك بلادك برا امشوا روحوا لبلادكم، لقيتوا حياة لهنا خاطر زاد أولادنا غادي اللي هاربين من الخارج هاملين جعانين عريانين، فهمتي؟ عملت معاكم تبدلت غادي؟ تبدلت برشا من ناحية تونس، نشوفوا في الواحد جبد عين، واحد قتل، واحد يقول لك فوفو زاد ميزلمو، اللي ميزلمو يعملوا هكا كل يوم ليل مع نهار يحقوا كان على الإسلام، شنو اللي تحسي أنت؟ أثرت عليكم نفسانيا؟ نورمال، ومش أنا برك التوانس الكل، التوانس الكل يجي يقول لك أنتم مرهبين، حطينا الكل مرهبين، فوالا. ما نظرة دونية هكا؟ ثم اللي يقولوا ثم ما يظهروش، تحس بيهم اللي هما يتجنبك. يتجنب ما عادش، وإحنا مع رئيسنا، مع رئيسنا، فهمتي؟ معاه احنا معاه في كل شيء، تعرفي غاديك في فرنسا يبعثوا في الفلوس للناس القلال، يعطوا المسلمين من كل اي دوله اجنبيه اللي يبعثوه الكل هما ياخذوا فيهم، انا نقولها لك، انا سمعت هذا الكلام، ما انا مريتش بعيني خاطر مريتش، يبعثوا في الفلوس، يبعثوا في القش، يبعثوا في الدبش للناس القلال، بس ما شفناش، شفنا لهناك الناس اللي عاونوا فك القلال لهنا في تونس، اللي في تونس، فهمتي؟ كان تاع القفة فرحانين، معناها احنا يعملوا هك ونبعثوا الفلوس للناس القلال، ما عندناش مزايا، يلزم بلادنا تتنظم، يلزمها بلادنا تبدا نور منور، نحبوها منورة بلادنا، نحبوا ولادنا يخدموا لاباس عليها، بري شوف فيهم غادي والله العظيم. من اللي بدينا الحوار وانت تبكي علاش؟ نبكي خاطر غيرني برشا، سيتو ياسر ولادنا غادي يقتلوا في يضربوا في بعضهم، يقتلوا في بعضهم، يتعدوا لابيس يقول لك جي مو فيش، سي دي زغاب، سي دي زغاب انترو، ما يسالش والله، ترك الدم يقطر في الميترو تلقي الدم يقطر في كارفور فما الدم، وين سيتعاركوا غادي؟ نعم اللي حارقين اللي ما عندهمش يدخلوا يقطعوا باش ياكلوا. لي غارديان يشري في جرته يقولوا توا تي ميزلمون بوكو تي فول، يقول له ما عنديش فلوس، مناش خاطر من الدوله هكا هبط داكورد، احنا مشينا قبل
الناس الكل تخدم سبعة، ومساكن هاملين في إيطاليا، هاملين في كل بلاصة. شوف فيه والله العظيم منها مرة، والله العظيم منها واحد هذه من ناحية وهذه هكا هكا حثيان يمشي في البرد في الثلج، قال لي يلا غالب غروا بينا صافي مال ياسر. اش نعملوا بها على الحالة هذوما؟ ها ياخذوا في الفلوس من كل بلاد ياكلوا فيها هما ولا يقول القائل مدام انت مقيمه في الخارج نورمالمون سيتياسيون تاعك بارفيت باهي لاباس، انت علاش تبكي معناها؟ نبكي خاطر ضرونا ياسر بالله، الاسلام 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 الاسلام، وضرونا كما حكيت لك اول مره معناها. شوهوا الاسلام، شوهونا شوهونا ليل ونهار في الاخبار في فرنسا تعلي الاسلام الاسلام، حتى واحد يقتلوه تي واحد يبدل زنسي يقول لك انا هو تلقاه يهودي ولا شبا شنيا ويحط روحه مسلم يقتل ويقول لك هاو سير الاسلام. شو تحب تقول للسياسيين؟ السياسيين يدخلهم الحبس، يستحقوا الحبس وما يخرجوش من الحبس، خاطر علاش؟ ضروا البلاد ياسر وضرونا اولادنا ياسر. فوالا مهملين في ايطاليا راقدين تحت في الدواميس، هاي في الدواميس راقدين. انا مع قيس الصعيد، احنا مع وكاو. انا عايش في الخارج، مي تونس ياسر مسكن الشعب تاعب ياسر. احنا رانا معاك يا قيس الصعيد، كون شجيع واحنا رانا معاك. ان شاء الله ربي معاك، ربي ينور وربي ينور تونس، والله يحفظ تونس وربي يسترنا ويستر مدنا محمد. يزينا بالبكاء ومن الحاجات الخايبين، وقتاش تفرحوا انتم في الخارج؟ نفرح وقت تونس تتصلح، وقت تونس تولي لاباس نفرح نفرح كثير حاجات باهية في تونس نفرحوا نزغرتوا احنا غادي. راه اقسم لك بالله وقت اللي خرجت المره ذي الحكومه تاعك الواحد ولا شنو، انا زغرت صراحه راجلي زغرت، انا زغرت وما هوش في بال الحس نتاع تزغريت الناس الكل سمعته وما سمعوش. حتى من الوليدات الصغار وليدات وليداتي 16 صغير وليدات وليدات، شوفوا انا زغرت حتى هما وداو زغرت ما يعرفوش علاش. ربي يحمي بلادنا، انا ربي يحمي بلادنا وربي يعينك، واحنا معاك يا قيس سعيد، الله يعاونك والله يكون معاك، ويلزمو يتشجع ويلزمو يشد الصحيح.